طبعا اليوم في بلوج الاول ان شاء الله راح نكون في بيرو برجر اورجانيك. طبعا كل شيء في هذا البرجر او هذا المطعم هو مطعم طبيعي في كل شيء. زين هذا طبعا هو المنيو مال. زين يقول لك كل الاشياء اللي انت تبيها، مثلا هني عندك السلطه، البيست بارت عندهم اللي هو البرجر. هني طبعا البرجرز اللي هي موجوده، وهني البرجر اللي انت تروم تختارها عن طريق نفسك. حلو. يقول هو مثل ما هو خبرني، يعني يقول انك انت تروم تسوي البرجر بالطريقه اللي انت تباها، ومكتوب هني في الاسفل انزين بانك انت تروم تختار الطبخه اذا كانت طبختها بدرجه متوسطه او جيده. حلو. الاشياء اللي مسوينها اهما في هذا المطعم مثلا الزيت غير معدل وراثيا، يعطون فيها من السوق من المزرعه لين المحل زين بدون ما يسوون فيه ولا اي شيء. حتى هني يعني حاطين لك رسمه حق السويت زين، ان حاطين سهم زين بهالطريقه بحيث انك انت يوم تلف زين، وهني حاطين لك الكوفي، حاطين سهم لين تحت عشان انك يوم تلف تشوف الكوفي او المشروبات اللي هم عندهم. الأشياء اللي هي موجودة عندهم مثلاً البيت أو الدياي اللي أنت تبي تشتريه، إن كان لحم ودياي زين أنت تختار الشيء اللي أنت تبغاه. حلو. مثلاً هني عندهم أكثر عن لحم موجود عندهم، لحم بقر، جمل، غزال، غنم زين، أو مشوي دياي أو مقلي أنت تختاره. زين بعينك على الخبز الثاني اللي هو طريقة الخبز اللي أنت تبغاها، شو نوعها، الجبن زين، تختار الاشياء، خضروات، الصوص، يعني في وايد اشياء حلوة. فسوينا نسير نحن نختار وراح اقول لكم في النهاية. طبعا هو يقول لي بان افضل شيء موجود في المطعم السيجنتشر برجر اللي عندهم اللي هو السبرين زين، وهذا يكون ما ادري يعني ما ادري. فهذا هو السيجنتشر برجر اللي عنده اسمه سوبريم. طبعا هو قال لي مثل ما رويت من الفيديو صورة السوبريم زين، وطلبت معه بنفلاتة. طبعا شيء باقي من الكلادة، و شوفي راح نجرب الكلادة. فعلى الحين السبرين ما وصل، فأي راح نتريه راح نتريه السبرين يوصل بنفس الوقت راح نجرب الكلادة. والله صراحة طعمه طار عجيب، أول مرة أجربه بس راح أعطيه 8 من 10. طبعا حاليا وصل عندنا السبرين وهذا هو السبرين. هاي كان فلوج رقم 1 حق اليوم في مطعم بيرو برجر، وإن شاء الله تستانسون ويانا في فلوجات ثانية. تابعوا ولا تنسون تابعون مدونتي، راح تكون الرابط خاص فيها تحت في الديسكربشن.